Hello everyone, today I'm going to give you a way to read to understand Unit 5 in a good way. شلون تقرا Unit 5, شلون تتعامل وياها وشلون تجتاز في الامتحان شهري خاص باليونت 5 مثل ما موجود قدامكم. انا راح اجتاز هالقطعة الخارجية لاني رادتها درس وحده وعندنا بعض المقاطع عنها. نبتدئ بقطع الكتاب. احنا عندنا قطعة كتاب واحدة باليونت 5 واللي هي ان why are holidays important, يعني ليش العطل مهمة. بالنسبة للسؤال الاول يعتبر مهم, workaholics are those people who, يعني السؤال وزاري هذا, مدمني العمل هم الناس اللي كذا وكذا. عرف, يجيك سؤال اخر بديل, who are workaholics, من هم مدمني العمل؟ او سؤال اخر, why don't people take holidays, or why do people postpone taking holidays, ليش يأجلون اخذ العطل او ليش ما ياخذون عطل. كله نفس الجواب اللي راح نكتبه. نقول هو they are people who think their work, عملهم, is too important to leave in hands of others. Of هذا السؤال او الماوس ما اقدر اكتب براحتي, بي على ما اجيب قلم اكتب باللابتوب لمس افضل, راح اطبع طباعه على السريع. فنخلي جواب هنا, شو نقول؟ طبعا الجواب هنا لازم اقصر. شو نقول who think where's that hint of okay. فهناش نكتب who think that their work is too, طبعا too اللي معناته جدا او ايضا so important, عادي important to leave in hands of others. اذا هم الناس اللي يعتقدون عملهم اهم من ان يترك بايدي الاخرين. اوكي, هذا تعريف من تعريف مدمني العمل. السؤال الاخر, both brain and body need فراغ, شو يحتاجون الجسد والعقل؟ يحتاجون breaks, استراحة او break. سؤال الاخر, the pressure of life will cause فراغ, will cause health problem, make us lose our jobs, makes us happy. السؤال جوابه هو A, يسبب مشاكل صحية. ما دام هذا السؤال وزاري جاي هيجي, إذا جاكم سؤال what can pressure of modern life, what can pressure of life cause, شو يسبب ضغط الدم, ضغط الحياة المعاصرة, تقولون يسبب مشاكل صحية. شوف السؤال يا عزائي, هنا يسبب والجواب نفس الشيء على الحياة هماتين, بس يؤثر. الفرق بين السؤالين هو إذا يسبب تقولون يسبب أمراض مشاكل صحية مثل ضغط الدم العالي, بس يؤثر على our mental أو on physical mental and physical health, يؤثر على صحتنا الجسدية والذهنية, mental ذهنية وphysical جسدية وصحة هي health. طيب السؤال اللي وراه يقول why are holidays important, ليش العطل مهمة؟ نكتب الجواب كالآتي, هذا أريد أزغر الخط وأسويه أحمر حتى يكون مبين وبحجم خط فد 14, ونقول it because, طبعا تعلم مو شكو واي جوها, because
it make us or makes us stop thinking in our problems او in problems not a problem. اذن هو لانه يخلينا نتوقف بالتفكير بمشاكلنا. تقدرون تجيبون جواب اخر تقولون because without holidays we get health problem. بدون عطل نحصل مشاكل صحية. طيب السؤال السادس نفسيته بالسؤال الاول نفسه نقدر نقول لانه اللي يعتقدون عملهم اهم من ايد ان يشترك بايد الاخرين. ليش الناس ما تاخذ عطل؟ لانهم يعتقدون ان عملهم because they. شوفوا رتبتها على انه نعطي جواب اخر بديل وهذا هو الازرق. لانهم يعتقدون عملهم اهم من ان يترك بايد الاخرين. تمام. الجواب الموجود بالكتاب تقدرون تكتبونه هماتين تقولون because they think there is always a deadline. لانهم دائما عبالهم اكو موعد نهائي. الجواب بالكتاب. بس الجواب هذا هم يرهم عليه لان بالوزارة يعطوكم مثلا هذا السؤال للمصحح شو كتبون. الطالب يكتب اي جواب من الاي وبي وسي الاتي مثلا لانهم يعتقدون عملهم ان يترك بايد الاخرين لانهم يعتقدون مثلا اكو موعد نهائي بعد تمام او لانهم يعتقدون انه الاخرين ما يقدرون على عملهم او تقولون because they can't bear be away of the work for a few hours. حتى هذا يرهم ما يتحملون يبعدون عن المكتب لعدة ساعات. هذا ما يخص اهم اسئلة قطعة اليونت 5 اللي هي الهوليداي. السؤال اللي وراء اللي هو القواعد يكون كالآتي. بالنسبة للنقطة الأولى I have woken up really late this morning and I was late. هذا السؤال جاينا من السؤال اللي هو قطعة يونت 5 العفو. أنا طلع لكم كل سؤال ناخذه نروح وين موجود بيا تمرين. بالنسبة لل اكو تمرين عندكم باليونت 5 قبل الوزاريات اللي هو اكو جمل 10 بهن 6 خطا طلعوهن وصححوا الخطا. هاي الجمله اللي هي هاي مو واضحه حيل ناخذها. نضيف نص. يعني هذا السؤال اذا تذكرونه اللي هو من ضمن هاي الجمله قلت لكم حفظوها انه يقول اني قعدت في موضعكم قعدت متاخر وتاخرت للمدرسه. هنا اند وراها ماضي بسيط لازم قبلها همتين ماضي بسيط. فهاي الاي هاف ووكن تصير ووك مكان ووكن. تكتبون الجمله مثل ما هي وتخلون خط جوه ووك بامتحان الوزارة. شوفوا بس هاي غيرناها. اوكي بالنسبة للسؤال الجاي طبعا هذا التمرين شنو تبي انا مهم. السؤال ورا last week I met an old friend or my friend and she changed but the verb in the past perfect. لو ما قال لكم past perfect هنا انا من يجي وراها change تحلونه على الماضي التام. فش يصير هاي had changed على الماضي التام. النقطة الثالثة Adam has come back from Beirut yesterday. Correct the sentence. هنا ما مطيني يا موضوع بالوزاري بس أنا عندي راس خيط اللي هو yesterday. Yesterday تشير إلى الماضي البسيط. نشوف الجملة بالماضي البسيط لا مو ماضي بسيط عندي had come. فhad come تنقلب إن من إلى came هم موجود بهذا التمرين اللي موجود بصفحة بالمنزلة صفحة 86 و85. شوفوا اللي هي Adam has come back from Beirut yesterday. هذه هي موجودة موجودة هاي رقم 7. اوكي هذا التمرين مو نقرأ بس الخطأ راح يجينا لا ممكن اي واحدة من ذن الصح يبدلها. يعني هاي نبدلها بالوزاري. شوفوا هاي هات change مرة بالوزاري انا داخل لكم بانت الكتاب. هاي مسويها did بالهاف وchange مسويها بدون دي
ويقول لي حلها. هاي ما بيها دليل، بس هاي قلت لكم حفظوها. المعنى خلينا نعرفه تنحل على المضارع التام. يعني واحد اذا يقول لك يو لوك نايس، انت تبدو لطيفا، هل غيرت قصة شعرك؟ فاحنا ما نحلها بالماضي التام، نحلها بالماضي البسيط، نحلها بمن؟ بالمضارع التام، هاف يو تشينج. هي هسه صح، هي هسه شنو؟ صح. بالوزارة دا سأولكم ياها ديد و تشينج، انتو تسووها مضارع تام. بالنسبة للنقطة الرابعة، ديد سلواز فاميلي موفد هاوس يت، هم نفس التمرين. تعالوا ياي، هاي جملة سلوى وينها؟ هاي هاس سلواز فاميلي موفد هاوس يت، هي بالكتاب صح. شوفوا مطيكم مضارع تام وعدكم يت، راس الخيط هو يت. اذا المضارع التام ما يجي ويا من؟ المضارع التام ما يجي ويا ديد. هنا الجملة ديد مسوينها، شوفوها هاي خطأ وهاي تصريف ثالث تبقى. اذا الديد تصير شنو؟ هاز سلواز فاميل موفد هاوس يت، بس الديد تسويها هاز. بالنسبة للنقطة الخامسة، يو هاف ا بوك تيكت تو باريس كومبليت وذ ذا كوركت فورم of the present perfect، مضارع تام. لو ما مطيني مضارع تام، انا هم اعرفها مضارع تام من الافر، وكذلك اعرفها استفهام من الافر وعلامة استفهام. هاي شنو ينقصها؟ ينقصها هاف. ليش هاف؟ لانه الفاعل يو، هاف يو ايفر بوكت. اذا هل حجزت تذكرة الى باريس من قبل؟ هاي الجملة هاف يو ايفر بوكت. بالنسبة للنقطة السادسة، هي combine with relatives، relative pronoun، relative clause. المهم كلمة relative اسم الموضوع. شوفوا إذا تلاحظون أنا دائما أروح الاسم الموضوع يلا أحل. إذا ما لقيت اسم الموضوع بالأقواس أكيد راح ألقي راس الخيط داخل الجملة، يعني دليل زمني. هسا هذا هنا دا يقول لي أربط حسب ضمائر الوصل. هنا مدام دا يقول لي اسم الموصوف صاير بالبداية، إذا النوع الأول هذا نكتب the tiger the university hostel. خلنا نكتب طبعا هذا نسويه صغير حتى يكفي. نكتب the university hostel، القسم الداخلي مال الطلاب جامعة. نوبنس ضمير وصل، ما دام هذا مكان، قسم الداخلي مكان، لازم ادور على ذير حتى احذفها، فراح اوخر ذير واخلي وير مكانها، وير ونوب بقية الجملة الثانية. I stayed for 4 years، النوب ارجع تكملة الجملة الاولى was comfortable. صار شنو؟ صار انه هذا الاسم الموصوف وهاي تكملة الجملة الاولى. بالنسبة للأداة الوصل هي وير. ليش وير؟ لانه عدي ذير اللي شبيها تنحذف الذير. الذير تنحذف تعطيني وير، لان عدي هنا شنو؟ لان اكو مكان. هذا عن النوع الاول، وخليه ضمير وصل من عندي اللي هو وير، وبقية جيم اثنين والنوب جيم واحد ما تبقى منها. الجملة السابعة هماتين ضمائر وصل، بس ما كاتب لك، انا بوزار يكتب لك رالتيف برونان. هذا يا نوع، هذا هم النوع الاول، لان ماي جراند ماذر، هذا ننزل ماي جراند ماذر. ماي جراند ماذر ماي جراند ماذر والنوب، ما دام هذا عاقل ادور على شي وهي واخلي مكانهم هو. عندي شي راح اخلي مكانها هو، عندي شنو؟ شي راح اخلي مكانها هو. شوفوا هسه خلنا اكمل حالها واشر لكم. هو از تكملة الجملة الثانية 90 years old. النوب ارجع اكمل الجملة الاولى still remember، وكمل الاخير. شلون حليتها؟ انا اقول لكم شلون حليتها، نكبر الخط حتى توضح. هنا الجمله الاولى
my mother وبقية الجملة الأولى بالأخير. الضمير الوصل العائد هو هو. الجملة الثانية هي is 90 years old. اللي وخرته هو وخرت she لأن عندي شنو عاقل. إذا عندكم عاقل وندور على شي أو هي ونحذفها ونخليه. إذا عندكم غير عاقل تدورون على it بالجملة الثانية، وإذا عندكم مكان تدورون على there. بالنسبة للنقطة الثامنة what time have they gone to bed last night؟ عندي last يعني ماضي بسيط. هل هي ماضي بسيط؟ لا، هي مضارع تام have و gone. لازم have تصير did والgone تصير go حتى تصير ماضي بسيط مكان المضارع تام. اوكي، اذن هذا الخطأ وهذا وعالجناها. بالنسبة للنقطة التاسعة هم ريلاتيف، بس هنا شنو النوع الثالث اللي هو يقول the host the school. هاي نزلها كلها و garden نزل الجملة الأولى. عدي it وعدي garden شن طيني يطيني which. النوع الثالث بضمائر الوصل، الجملة الأولى ضمير وصل بقية الجملة الثانية which has والتكملة. إذن هاي أسهل نوع بضمائر الوصل. نزلنا الجملة الأولى وهاي الجملة الثانية وضمير وصل من عندكم. شلون جبتوا ضمير الوصل؟ لأن عندكم مكان وعندكم إت بالجملة الثانية. لو عندكم ذير راح نخلي وير مكانها. طبعا الإت شبيهة تحذف. الورد شوية نوخر ضايقني. النقطة العاشرة you met a pilot you ask how long. من تشوفون how long تفكرون بالمضارع التام المستمر أو المضارع التام البسيط. عندكم تمرين بالكتاب الموجود هنا نرجع له وهنا هذا شوفوا how long. انت قابل انت عندك صاحبك تعلم ياباني انت موجود بصفحة صفحة 84 اللي هي هاي الجملة او هاي استشوف هاي الجملة. المهم اذا تذكرون قال لكم بهذا التمرين ننزل how long how long have you. ليش how long have you؟ كلن how long have you لان انت راح تخاطبون شخص يقول انت قابلت طيار انت اسأله فراح اسأله شنو how long قد صار لك انت. تجي للفعل اللي هو يعمل work. هنا السئلة هذا فعل ساكن لو متحرك هو مو احد الافعال السبعة اللي هن لوس ونو وسي وبي وجو ونو العفو وليف وجراب. سبع افعال مو واحد من الافعال السبعة حتى احل على التام البسيط. فهذا راح اخلي بن من عندي هو الفعل اخلي له اي ان جي والتكملة مال القوس لان يقول لك الحل بس الافعال بين اقواس as a pilot وبالاخير علامة استفهام. وين حلكم؟ حلكم هو هذا been working مضارع تام مستمر. بالنسبة للنقطة 11 هنا مضارع تام مستمر هو يقول لك مضارع تام مستمر. يا أعزائي هاي الجملة بالوزارة جاية بس هي مو بالسادس إعدادي موجودة. هاي الجملة موجودة بالخامس إعدادي لكن جابوها مرة بالوزارة يعني حتى ما عندكم تمرين صريح عليها. هنا انا قال لكم اياها قال لكم هنا من الجمله الاولى ننزل نبدل الاز المن الاز وار وام الى has been او have been. he has been writing a poem. من الجمله الاولى سويت المضارع المستمر الى مضارع تام بابدال الفعل الكينونة is الى مضارع تام اللي هو has been وعندنا فعل بي ان جي صار مضارع تام مستمر. من الجملة الثانية نحذف كل شيء ونبقى الفترة الزمنية اللي هي 3 days. نحذف ال started نحذف ال ago وهاي ال 3 days اخلي قبلها since 04 بما انه فترة جمع وغير محددة اذا نخلي قبلها
four days. شنو صار عندي؟ خلينا نشوف نأشر. عندنا هاي سوري هاي has been ومكان هاي وهاي ال 3 days خليت قبلها شنو؟ 4. إذن يا أعزائي هذا حل الجملة ال 11. عيدها على السريع. الجملة الأولى طبعا هذا شلون أعرفه أول شيء؟ شلون أعرفه هذا الموضوع على هذا الدا أحكي بيه؟ راح يقول لي سوي لي جملة بالمضارع التام المستمر. هو مطين ياها بالمضارع المستمر اللي هو is و are و am وفعل بي اي ان جي أخذناه بالوحدة السابعة بالمستقبل. هنا ال is نحولها إلى has been وال am نحولها إلى وال am وال are نحولهن إلى have been حسب الفاعل اللي هي تاخذ has وال i وال you وال we وال they ياخذون has وبن إذا خلصت has been و have been. بالنسبة للجملة الأولى خلصنا بدلنا بس حركة واحدة. من الجملة الثانية نحذف كل شيء ونبقي بس الفترة الزمنية. على مود هاي الفترة الزمنية أقدر أخلي قبلها since أو for. بالجملة 12 عندكم هذا التمرين مرشح كل سنة تجي منه نقطة اللي هو استخدم فعل مناسب appropriate verb من عندك و just use just yet أو just وفعل مناسب. بالوزارة يقول لك أو يقول لك just أو yet. وين هذا التمرين؟ هذا هو. هذا اللي موجود صفحة مو جمل أبد ما لازم نعقر. هذا صفحة 81. شوفوا هذا يا بأتو تقدح شاي قال لا شكرا أنا توني تناولت واحد. هل سميرة تعرف حول اللقاء؟ أنا آسف أنا لسه ما مبلغها. فهنا هذا جدي يقول لي يقول لي أتود قدح شاي يعني الأولى. شوفوا حالها الأولى هاي موجودة محلولة بالكتاب هيجي الها I have had one من عندكم فنقدر نبدلها إحنا بكيف لأن نقول فعل مناسب I have طبعا يريد just بهاي الجملة راح يقول لي I have just. تردون تقولون أنا توني تناولت يعني have توني شربت يعني drunk أنا توني شربت واحد او اكاب هاي الواحد تعود على الكاب. فحفظوا هذا التمرين. بالنسبة للتمرين الخيارات عندنا هنا النقطة الاولى رانيا نشوف ايش قد صار لنا نسجل 22 رانيا براذر دي يخيرني بين هو وهو زوج. اول وحدة وش راح اوخرها لانه عندي هنا شنو عاقل زين عاقل واسم طبعا العاقل يخليني اختار بين اثنين اختار بين هو وهوز. راح اختار هوز لان عندي شنو اسم. اذا لان عندي راني عاقل وعندي براذر اسم. بالنسبه لنقطه ما اثنين ماي سيستر ازنت ات هوم ات ذا مومنت شي هاز بين وشي هاز جان. من توصل التخير بين بالنوغان كالاتي اذا لقينا بالجمله يت او نفر مع النفي طبعا نفر اليت مع النفي او نفر هي اصلا نفي راح نختار بن عداها راح نختار جان. لا يوجد لا يت ولا نفر حتى اختار بن فضلنا جان. ده يقول هي مو موجوده بهذه اللحظه غير موجوده. الجمله الثالثه سهله هنا الونج تايم فتره غير محدده. هسه تقول استاذ انت مو قال لنا نجمع نختار لها فور هنا قال لكم انا التايم هم ماتين وي فور عندكم ايه هاي الايه يعني شيء تنكير ما معروف يا وقت. اما السنس وهي الفتره المحدده. بالنسبه النقطه الرابعه افر ونفر يا تجي وين المثبت التجي وين المثبت هي نفر مو افر. الافر تجي وين الاستفهام وهي تجي وين الزائد المثبت. خمسه لوك somebody has dropped لو has been dropping مخيرني بين المضارع التام البسيط تام بسيط وتام شنو مستمر. خلنا نقلل الخط ايه بس اوكي ايه طلاب خلنا اشرح لكم هاي. انت من تحتار بين المضارع التام
المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر يا عزائي. فهنا نشوف الفعل إذا هو ساكن يعني مضارع تام بسيط، وإذا هو متحرك مو ساكن راح نحله على التام الشنو المستمر. فهاي has dropped، ليش؟ لأن drop أحد الأفعال السبعة الساكنة. ومو بس هذا الكلام، إذا لقينا أحد الظروف السبعة الستة never و ever و just و already و yet و so far، هذين الستة هماتين يفضل المضارع التام البسيط على المضارع التام المستمر. نجي المن إلى الإسقاطات. بالنسبة للنقطة الأولى، النقطة الأولى ده يقول a frog is a place that big ships، سفن كبيرة تجلب منتجات كتجارة. طبعا احنا الكلمات لازم نترجمهن. octopus هو اخطبوط. بالنسبة dreadful هو مخيف، تجي وي ثندر رعد ما رعد. port هو الميناء اللي هو وي السفن. honestly بصدق، يعني هاي تجي وي اقوله بصدق. businessman رجال اعمال. و hospitality ضيافة. بالنسبة للنقطة الأولى راح نختار لها port لأنه هو مكان بسفن، مكان وبسفن كبيرة. I can، الكان وراها مصدر، منو من ذني المصدر؟ هاي مصدر وقبلها ظرف. أستطيع القول بصدق honestly، honestly بصدق، أستطيع القول بصدق. طبعا يحفظوا هذا التمرين اللي هو احنا يا يونت 5. شوفوا هون ذني هذا اقول لكم تمرين مهم. فاستن واتاش نختار فاستن، سيل وبورد نختار بورد لان نهر شغله، اوبريتس ويك نختار اوبريتس. ارتقت لمستوى توقعاتي لأمنياتي توقعاتي. I can honestly say، هاي جبت لكم اياها. او ارتقت تمتعت بالكامل thoroughly. المهم النقطة هاي نخللها honestly. هنا أنا صيادي السمك الصادة وياها من ذني تنصاد octopus. اذا اخطبوط اللي هو صادوا صيادي الاسماك. بالنسبة الرابعة الوذر الطقس كان كذا مزيد من الثندر الرعد. الرعد ينطينا dreadful مخيف، تمام. بالنسبة للنقطة الخامسة من نشوف عرب ومشهورين بمن ضيافتهم، مو مستشفاهم لا، hospitality ضيافتهم. بالنسبة للنقطة السادسة العطل مهمة لكل فرد مو بس رجال الأعمال، هي بقت بس رجال الأعمال businessman businessman. وهنا العطلة ارتقت لمستوى أمنياتي لو توقعاتي، لا توقعاتي، وهذا دليلكم. بالنسبة النقطة اللي وراها الحزام الأماني راد للتوصيل لو ربط، ربط مو اتاتش. العبارة راد لها سيل لو بورد بحار، مو بحار ركوب، نركب عبارة مو نبحر بالعبارة. والعبارة تشتغل لو تعمل، تشتغل على طول السنة. والخامسة I can honestly say لو absolutely say، نقول honestly say هاي موجودة مكررة تعتبر. we considerably لو thoroughly enjoyed thoroughly، نختار enjoyed، تمام. هنا عندنا since لو for two days، يا تجوي جمع for. النقطة الثانية wonder wonderful excite، راح نختار لها exciting، نضيف نحذف الاي ونضيف ing، موجود عندنا هذا بهذا التمرين نراوي لكم اياه. هذا شوفوا موجود بصفحة 45. عندنا ذن الكلمات اللي هن attract وluxury وspectacle واكسايت، ذن الأربعة من حولهن إلى صفات يختلفن. اما الباقيات هن ذن الاربعه البقن وي 6 مليون توان يصير انا 10 قال لكم حفظوهن تخلونهن فل متى ما اجنكم مطلوبات بالاملاء وتحفظون ذن الاربعه وياهن اتراكت اتراكتيف ولكجيري يصير لكجيريس واكسايت يصير اكسايتنج وسبكتاكل يصير سبكتاكيلا.
عدا هذين الباقيات تحطونهن فول كلهن. طبعا عندكم كلمه براكتس تصير براكتيكال هم لازم تحفظونها. كلر كلرفل لكجري شو تصير هاي؟ نقلب الواي الى اي ونضيف او يو اس لكجيريس. وعندكم هذا هماتين هو بنفس التمرين. اتراكت اتراكتيف سبكتاكل سبكتاكيلا سبكتاكيلا سبكتاكيلا. ضفنا يو وال اي ار من هذا التمرين نفسه اللي قلت لكم فيه. بيس بيسفول ضايف لي فول. ديلايت تصير هاي ديلايتفول. بي بن باي هذا احد الكلمات المجموعة الثالثة اللي هنا برينك وباي وثينك تصير بوت. باي تصير بوت. وصلنا المن الى فقرة الادبية من يا كاثرين مانسفيلد. سؤال الرابع دائما هو عن الادب. من يا كاثرين مانسفيلد راح اجاوبه شفهي لان صار وايد تسجيل تقدرون تقرون الملزمة. من يا كاثرين مانسفيلد she was a modernist famous writer. هي كاتبة معاصرة مشهورة تقدرون تقولون from نيوزيلاند. النقطة الثانية she moved to London. انتقلت للندن in 1932. شو نقول هاي جاية بالوزارة 2021. to study music in Queen's College لتدرس الموسيقى في كلية الملكة. تمام to study music أهم شيء. النقطة الثالثة كاثرين came from عائلة جت من عائلة شنو rich لو poor wealthy لو needy تقولون wealthy ثرية. أجوبة الأدب وين الأدب حياة كاثرين مانسفيلد شوفوا هاي هي معاصرة مشهورة هنا أنا أين ومتى ولدت تقولون في نيوزيلندا 1888. سؤال المن انتقلت لوين 1933 شوف جاب لكم فراغ من داخل الجواب لدراسة الموسيقى بكوينز كوليدج. وهاي الأسئلة أهم سؤال هو التاسع ليش بقت مشهورة بسبب مجموعة القصص القصيرة مالتها اللي هي النعيم أهم شيء وحفلة الحديقة الجاردن بارتي. نرجع لأسئلتنا. إذن السؤال إذن عائلة ثرية اللي هو هذا السؤال شوفوا عائلة ويلثي ثرية جاب الوزارة مرة خيارات. السؤال 1907 كاثرين مو 7 17 هذا سوري 1917 19 7 was ill with tuberculosis. هاي شو كتبه اذا مرض السل الرئوي اللي هو هذا اذا اصبحت مريضة بالسل الرئوي هذا هنا أنا قلنا صححنا احنا نصح لكم يا 1917 tuberculosis. بالنسبة للنقطة الخامسة where was كاثرين مانسفيلد born أين ولدت in نيوزيلاند. والسادسة ليش بقت مشهورة بسبب القصص القصيرة مالتها البلس آن جاردن باتي. وأتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله درجات عالية. تحياتي لكم.